FM. الكل مليك. شوف، هو الأصل تسبيق دفع المضرة على تحقيق المصلحة، قاعدة أصلية هذه. شوف، احنا ما نقولش إرهابيين، لما نقول أنه فما تقارير عند الدولة وصادرة من ولاد سنة 2013 والي تحديدا، يقول اللي فما ضيعة فلاحية كبرى في أحد مناطق الجنوب التونسي، ما نشوفش نسميها، تخضع وتحت يد مجموعة متطرفة قريبة إلى قوى إرهابية، ويخشى أن عائدات هذه الضيعات تذهب إلى التسليح وتمويل الإرهابيين في مناطق الإرهاب في الجنوب. في الجنوب. وطالب الدولة بالتدخل العاجل، وذكر وعاود، ولكن أسمعت إن كنت ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذه كي جينا ولقينا التقارير، وأنا دخلت في وقت في وضعية جملة تذكروا، وقلت خلنا نفتح الموضوع كله، نلقى التقرير هذا. أول الضيعات التي تم استرجاعها والتركيز عليها وبصمت وبقوة هذه الضيعة اللي حكينا عليها، واسترجعت وهي الآن يعني معلم وضيعة في يد ملك الشعب التونسي، ويحسن إدارتها إحسانا تاما. من الدولة ولا خواص؟ من الدولة. من الدولة. إذن ثم خطورة، هذه على الأقل ولي كتب فيها، فما بقى أخرى نتوقع رأي موجودة. لأن علاش جينا فما بعض ضيعات في تخوم الجبال وفي الأحراش المحيطة بلوتي دي، جاء قال أروه لي وضعيات أمنية، أنا منش مش نقبل هذه، واضطرين نكلموا الجيش باش يجي يقبلها بعد ما استرجعناها. هذه تعتقدوا اللي ما كانتش مخابئ وما كانتش ملاجئ وما كانتش يمكن تسويقها ويمكن أخذ خيراتها. إذن عندما يكون المال العام مال سايب وما عندوش حارس ما عندوش كون يحميه، تطاله كل الايادي العاديه، ما في ذلك ايادي الارهابيه. كابافان الكلمه ليك.